تفضل استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيدة ميتا فريدريكسن رئيس وزراء مملكة الدنمارك، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بفخامتك وبالوفد المرافق ليك، أهلا وسهلا، سعداء بوجودك في مصر، وأيضا بمرور 65 عام على إقامة العلاقات بين مصر وبين مملكة الدنمارك. واسمحي لي أن أنا أقدر جدا جدا المباحثات التي تمت النهاردة وحجم التفاهم اللي أنا لمسته أثناء حديثنا سواء على المستوى الثنائي أو حتى على المستوى الوفدين الرسميين. لقد تحدثنا مع دولة الرئيسة على المستوى الثنائي في أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ويمكن الفرصة اللي موجودة في مصر سواء من كان موقعها الجغرافي أو البنية الأساسية المتطورة أو وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسمح أن احنا نتعاون كثيرا في مجال النقل والشحن البحري، وإحنا مستعدين زي ما ذكرنا أن احنا في مصر أن احنا نقدم كل التسهيلات المطلوبة لعمل الشركات الدنماركية في مصر وبما لديها خبرة عالمية في هذا المجال. أيضا تحدثنا على إمكانية أن احنا نتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين، ودي والتعاون في مجال الموضوعات التي تخص البيئة، ده يعني ارتباطا بما الجهد اللي مصر عملته في استقبالها لمؤتمر المناخ في كوب 27 في شرم الشيخ. أيضا تحدثنا مع فخامة رئيسة الوزراء في موضوعات كثيرة منها موضوعات حقوق الإنسان، وهنا تحدثنا بصراحة عن رؤيتنا في مصر إلى هذا الموضوع المهم اللي احنا حريصين جدا جدا أن احنا في كل مناسبة نتكلم فيه مع أصدقائنا الأوروبيين على أن احنا لنا رؤية مهمة جدا جدا بنطرحها في أهمية في استشراف رؤيتنا في مجال حقوق الإنسان في مصر، والتي تعتمد على التطوير والاهتمام بحياة الإنسان في كافة المجالات المختلفة، ودي طبعا طبقا للمعايير اللي حطها المنظمات والمنظمات الدولية في هذا المجال. أنا الحقيقة يعني وجدت تفاهم كبير قوي، وهذا التفاهم محل تقدير واحترام جدا لفخامة رئيسة الوزراء، وده أمر أنا بسجله دلوقتي. أيضا احنا تحدثنا على موضوعات خاصة بي في منطقتنا وأهمية العمل على إيجاد حلول لمسألة الهجرة غير الشرعية، واحنا هنا في مصر بنذكر دايما في مثل هذه المجالات ان احنا بنقول ان احنا من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد او مواطن واحد عبر الحدود البحرية او البرية لمصر الى اوروبا، وده التزام انساني مصر ملتزمة به ان هي تحرص على ان هي ما تكونش ابدا يعني معبر لهجرة غير شرعية الى اوروبا. النقطة الثانية تكلمنا ايضا ان احنا مصر بتستضيف، وانا بقول هنا بتستضيف عشان دي نقطة مهمة قوي، واحنا ما بنذكرش ابدا كلمة لاجي عندنا في مصر. احنا مصر بتستضيف 6 مليون وقد يزيد دون ان تتلقى ولا تحاول ان تزايد لكي تتلقى شيء في دعم هذا التواجد، بيعيشوا كمواطنين داخل بلدنا الى ان تتحسن ظروفهم او طبقا للواقع الصعب اللي هم جايين منه في بلادهم اللي بتعاني من شيء من الاضطراب. وبنقول ان احنا اذا كنا عايزين نحل هذه المساله بشكل يعني متعمق قوي، مهم قوي ان احنا اولا القضايا والازمات اللي موجوده في منطقتنا مهم قوي ان احنا نصل بيها الى مرحله حل لهذه القضايا والازمات اللي موجوده وصولا لاستقرار هذه الدول التي باستقرارها ستعمل على ان هذه المعابر من خلال الدول اللي بتعاني من اضطرابات تتوقف وتستطيع ان تسيطر على حدودها البحريه والبريه ولا تشكل معبرا لاوروبا، وايضا تبقى سبب في استقرار هذا الامر. ده نقطه. النقطه الثانيه تحدثنا فيها ان اهميه ان مهم قوي ان احنا نوجد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح الناس او المواطنين من افريقيا الى اوروبا.
أملا في مستقبل أفضل وحياة أفضل. وده من إيجاد من خلال إن احنا نوجد فرص عمل ومشاريع داخل الدول الأفريقية، وده هيساعد بشكل كبير جدا في حل هذه المسألة. نقطة تانية احنا اتكلمنا فيها فيما يخص الأزمات الموجودة، إن المهم إن احنا نوجد حلول وبسرعة، وأيضا دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أيضا تحدثنا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأهمية الوصول إلى إيجاد حل لها يساهم في خفض التوتر، وأيضا لما ليها من تداعيات كبيرة جدا على الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي العالم كله. وده أمر ده احنا نادينا فيه في كوب 27، قلنا كان في نداء أنا وجهته للعالم كله بأهمية إنهاء هذه الأزمة وهذه الحرب، حتى يعني تلافيا لتداعياتها على العالم كله. نقطة أخرى تحدثنا فيها أيضا هي الأزمة سد النهضة، وقلنا فيها وبرضه ده وجدت فيه توافق وتفاهم من دولة رئيسة الوزراء على إن أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الآسيويين. وده طبعا احنا بنقول ان احنا في 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الآسيويين. نحن نتفهم ان التنمية في آسيوبيا، وبنقول الكلام ده في كل مناسبة، بس بنقول أيضا وإحنا بنوجد وإحنا متفاهمين ده وأيضا مستعدين نتعاون معهم فيه، إن إحنا هذا لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال. والحقيقة أنا لقيت تفاهم لدى فخامة رئيسة الوزراء على إن الدولة اللي هي الأكثر جفافا في العالم مصر ما عندهاش فرصة إنها تتحمل أي نقص من المية يصل إليها في وقت من الأوقات. بالمناسبة ما كانش أبدا موجود على نهر النيل عبر آلاف السنين أبدا في سد موجود بيؤثر على المية، سواء كانت المية دي كتير أو قليلة. المية اللي كانت بتنزل الحصة اللي بناخدها منها هي كانت حصة ما بتتغيرش حتى لو كان في صعوبات، وكنا بنقبل ده. إذن هو المطلوب إن احنا نصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأنا أشرت فخامة رئيس الوزراء ان احنا بذلين جهد كبير جدا في ان احنا نستفيد من كل نقطة مية موجودة في مصر من خلال سواء كان المعالجة وإعادة التدوير او حتى من تحلية مياه البحر على البحر المتوسط والبحر الأحمر. لن أطيل عليكم، اسمحوا لي ان انا ارحب بفخامة رئيس الوزراء، اهلا وسهلا، سعداء بوجودك معنا، ونتمنى انك انت يعني استقبالنا ليك يكون استقبال يعني يليق بمكانتك، ونحن مقدرين ومحترمين وبنعتز جدا بفخامتك. أهلا وسهلا، وأهلا بكم الوفد المرافق. شكرا جزيلا.